Okay, go ahead. Up, up. Into, into photo. اطلع اطلع دكتور. ونحن الآن في مطعم الجابي، في قصر الجابي في مدينة نابلس. شو اسم المنطقة؟ المعاجين. في المعاجين. أمنيتي أن أعمل قصر الجابي في حوارة. هون أعلى. يس. لا صور تمام. تكرم عينك. الله فيك. بس هالمعجنات بالبيتزا هاي القاعدة. انتم بتقولوا الفرن العربي، هو مش الفرن العربي، فرن الفلاحين. العربي ما عندهم شفران. هذا الطابون العربي. هذا بنابلس فيه زي ابن بلاوي بالبلد. مو فرن عربي هذا. الطابون حتى ما تفرن. اهو احسن من هذا. والله اهلا وسهلا بكم في قصر الجابي في نابلس في منطقة المعاجين. حط لنا ام كلثوم. مطعم ايطالي. هم بيفهموا شو بقولوا. صحيح صحيح. احنا بنحب التقليد. صحيح صحيح. لا لا شيء بخليش عمر يعني شيء مفروض منه. هذا يا شباب اذا المغربيات ان شاء الله بعد في عندنا عرس كمان في حواره. في عندي موقع يوتيوب عزة قادر يوتيوب بتشوفوه. اذا فتحته بتشوفوا عليه 2700 فيلم. هاي موقف السيارات بدي اوريك اياه. عزة قادر يوتيوب. اه يوتيوب انجلش ولا عربي؟ انجلش بالانجليزي. بتلاقي فيه 2700 فيلم. في مصف ورا كل هذه حوالين القصه كلها مصف السيارات. هاي برضو لهم تبع. احنا هاي فكرنا البيت اللي هو. وانا هيك فكرت مشان هيك بعد ما صفيت طلع. لا هذه الارض تابعه للقصر لهون. هلا القصر لمين؟ لمحمد الجابي، للشيخ محمد الجابي. والنعم يا سيدي. افضل شيف هناك. براو عليه، انا شفته هذا في على النت، شفت المحل من امريكا. كنت راكب واشوف اللي كيف شفت لنا المحل؟ لا تمام. متعوب عليه.
كيف شايف يا أستاذ أبو طارق؟ قال بكل يروحنا على القابي نائل نائل بكل يروحنا على... يا زلمة كان أخذتني في طريقك لا مهم ألكنيش ما كنتش موجود في البلد على العافية على العافية يا شابات مبسوطات هون تمام 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 بتشوفي على اليوتيوب لا 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 بتشوفوا على اليوتيوب وين والله يمكن نابلس يمكن فيه لها 300 فيلم إلي حلو على البلد القريبة بصور دايما كل ما باجي على هالبلد بصور ليش رحت يا دكتور احنا تحت ولا فوق لو في مكان يسوي غروب الشمس حلو اسمه نابلس من تسع سما نابلس كتير منظر الغروب نزلته من سنتين ونص لسه ما كانش كامل رحت لهناك وصورته في الليل كان منظر رائع جدا لنابلس المنطقة بتكشف فيها مدينة نابلس اللي هو جبل الشمال